ناس كتير جدا بتسأل هو ايه الفرق بين الاندرويد وبين الاي او اس، وليه ده سوفت وير وده سوفت وير، وليه ده يعني ناس بترجح اكتر كمستوى حماية اكبر للايفون او للاي او اس. والله الحقيقة بمنتهى البساطة، انت ممكن وانت معايا دلوقتي بتتفرج على الفيديو تقسم الشاشة بالنص، افتح موبايل اندرويد وافتح موبايل ايفون وادخل على جوجل بلاي وادخل على الاب ستور، هتلاقي الاتي، وليكن واتساب، شوف مساحته كام على اندرويد وشوف مساحته كام على الاي او اس. على الاندرويد مش هيعدي ال 40 ميجا، يعني هتلاقي كل مساحه الابلكيشن كده 40 ميجا. على الاي او اس لو دخلت عليها هتلاقي انه مساحه الواتساب حوالي حاجه و70 ميجا، يعني 72 73 مش فاكر الرقم. قيس ده بقى على بقيه البرامج والالعاب والسوفت ويرز اللي موجوده سواء على ده او ده. طيب الفرق ال 30 ميجا دول مش فرق عبيط ومش فرق قليل، يعني انا النهارده حاطط ابلكيشن في مميزات، وليكن خلينا مركزين في الواتساب اللي ماسك الناس قفشه فيه. يعني الواتساب ده عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج بعمل منه محادثات بيني وبين شخص تاني، وممكن ابعت له بقى حاجه، ممكن ابعت له اغاني، ممكن ابعت له صور، ممكن ابعت له اي حاجه، واقدر اعمل جروب واحط في الجروب ده ناس، واقدر اعمل شاتنج مع اي حد. يعني المهم هو برنامج عباره عن محادثه، عباره عن بديل الرسائل النصيه. جميل كده، او تطور بتاع الرسائل النصيه، مش بديل، هو تطور للرسائل النصيه بفكر مختلف مبني على الانترنت بشكل عام. ال 30 ميجا فرق دول اكيد مش معمولين هباء، يعني انت اكيد لما هتفتح الواتساب على الايفون هو هتعمل نفس الوظائف اللي هتعملها على الاندرويد، مفيش فرق خالص، اللي هتعمله هنا هتعمله هنا، بس في فرق 30 ميجا. 30 ميجا دول ليهم علاقه بالسكيورتي، ليهم علاقه بملفات الحمايه، ليهم علاقه بالشروط الواجب توفرها في الابلكيشن علشان شركه ابل تقبلها فتنزلها جوه الاب ستور، او اللي هو زي المنصه اللي بيتحط عليها كل برامج اللي بتشتغل على ابل. هل المعلومه دي بالنسبه لك عاديه؟ هل ما فيهاش مشكله؟ لا طبعا، انا شايف بقى انه مستوى الحمايه في ابل بيبدا من الابلكيشن اللي نازل على الاب ستور، انما مستوى الحمايه في اندرويد بيبدا من قوه الجهاز نفسه. يعني انت في اجهزه اندرويد اللي هي بتبقى غالية شوية، تحديدا اللي هي الفئة اللي ليها علاقة او اللي اغلى من 10,000 جنيه، هنا بقى نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول انه الكم ميجا فرق اللي ما بين الابليكيشن اللي بتنزله على الاندرويد وما بين الابليكيشن اللي بتنزله على الايفون، هم دول اللي انت بتدفع تمنهم، وهم دول اللي انت بتبقى مرتاح اكتر كسيكيورتي على الايفون. طيب هل بيتم اختراق الايفون؟ طبعا بيتم اختراق الايفون عادي، ولكن بطرق اصعب شوية، محتاجة حد يكون يعني متخصص اكتر حبتين ومشاطر، ويعني دماغه دي ذرية شوية. انما عايز تخترق الاندرويد ده اسهل ما يمكن، وفي برامج عادي موجودة على جوجل بلاي بتخترق بيها الاندرويد. فالفكرة كلها هنا انه ادخل جوه الاب ستور او الجوجل بلاي وهتتصدم، هتلاقي ان معظم البرامج ومعظم الالعاب مساحتها هنا غير مساحتها هنا. وده برضو خلاني اركز في نقطه، كنت قاعد مع صديق ليا متخصص شويه في الحته دي، وقال لي حاجه برضو كويسه، قال لي انه اندرويد نفسه، يعني سوفت وير اللي هو اندرويد ده، هو المفروض ان هو سوفت وير واحد ثابت، وهو اوبن سورس، يعني تقدر في الاخر انك تعدل عليه وتضيف عليه وتشيل منه وتحط عليه، يعني زي ما انت عايز. فبالتالي الشركه اللي بتنتج التليفون اللي هتحط سوفت وير اندرويد عليه يبقى ليها حريه المساحه وحريه التفكير في انها تطور السوفت وير ده بطريقه تليق عليها هي. فتلاقي مثلا سامسونج بتطور الاندرويد بتاعها، بتحط بعض الخصائص، هتلاقي ال جي بتعمل كده، هتلاقي اوبو بتعمل كده، هتلاقي معظم الموبايلات اللي بتشتغل بيه اندرويد بتعمل كده. انما ابل رفضت الفكره دي من البدايه، وقالت انا هصنع تليفون وصنع السوفت وير بتاعه، وبالتالي محدش هيبقى له الصلاحيه في ان هو يستخدم السوفت وير ده غيري، غير ابل يعني. وعشان كده مش هتلاقي ان حد كتير بيطور على سوفت وير ابل اللي هو الاي او اس، ما بيطورش عليه كتير، وحتى لما بتعمل جيل بريك للايفون يعني في الاخر كده ما تلاقيش مستخدمين الايفون بيعملوا كده كتير، يعني هتلاقي غالبا هو مستخدم اندرويد وراح للاي او اس،
اللي بيفكر يعمل جيل بريك. لما انت كمستخدم ابل بدأ حياتك كأنك عايز تعمل جيل بريك، غالبا ما بتعملش كده، لان مش هو ده، مش هو دي دماغك يعني. والا ما كنتش اشتريت الموبايل ده، كنت جبت تاني. لو انت فكرت تقلب حياتك من ده لده، يعني من الاندرويد للاي او اس، لازم تفهم كويس ان مش كل الحاجات المفتوحه قوي بالنسبه لك في الاندرويد هتلاقيها في الاي او اس، لكن هتحس بنوع من انواع الامان. وبصراحه حتى لو كان نفسي، لان زي ما قلت في اول الفيديو انه بيتم اختراق، بيتم اختراق اي حاجه في الدنيا طالما شغاله على شبكات انترنت سهل جدا حد يخترقها. ممكن الاختراق ده يتم من خلالك، يعني انت اللي تغلط غلطه فيتم اختراقها. مش لازم الاختراق ده يكون يعني حاجه حد عمل حاجه فاخترق الجهاز. مؤكد انه الاي او اس افضل من الاندرويد كتير جدا. الناس بقى اللي بتقول لك لا انا بستخدم اندرويد وبتبسط باندرويد، دي حريتك الشخصيه، ده مزاجك، بس كراجل يعني ديمقراطي وكده، لا يا عم، هو بقى الاي او اس افضل بكتير واحسن بكتير. وعن تجربه من استخدام للموبايل الاندرويد واستخدام الاي او اس، اي او اس افضل بكتير جدا. يمكن يكون في نقطه ان التواصل بين الاجهزه في الاندرويد افضل، بس في عندنا ميزه خطيره اسمها الاير دروب، مش موجوده في اي موبايل تاني، واي حد خدها من ابل بعد كده ما خدهاش بنفس قوه الاير دروب. السلام عليكم.